خلال أيام هذا الأسبوع العالم بيحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية، ده اللي يخلينا النهاردة نتكلم بشكل تفصيلي عن تعاملنا مع الإسعافات الأولية، أهمية الإسعافات الأولية، إيه الأدوات اللي لازم تكون موجودة في البيت عشان نقدر نتدارك أي خطر يحصل، إيه المبادئ اللي لازم كل بيت يعرفها. يعني أعتقد يا أحمد الإسعافات الأولية اللي عنده دراية كافية بيها يقدر يلحق موقف ممكن يتحول لموقف خطير، ينقذ حياة بني آدم في لحظة قبل وصول طبعًا. حتى يعني الإسعاف ليه أو إنقاذه بالشكل الطبي السليم. عشان كده في أسئلة كتيرة محتاجة لعدد من الإجابات أو كتير من الإجابات، هنحاول إحنا نجاوب عليها النهاردة في فقرتنا مع الدكتور تامر أحمد، استشاري الإسعافات الأولية، ضفنا الكريم اللي منورنا في استوديو. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا طبعا. صباح الخير. يعني صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. الأول عاوزين نعرف من حضرتك إزاي بقى نقدر اللي إحنا نتعامل بالإسعافات الأولية بشكل مبسط داخل كل البيوت المصرية. جميل. هو مهم قوي ان احنا نوصل مبدأ للجميع ان كل حد في مكانه يقدر يكون مسعف اولي. كل حد في مكانه زي ما حضرتك قلت ممكن بمعلومات بسيطة وبعض الخبرات او بعض الحاجات اللي يتعلمها ينقذ حياة. فالاسعاف الاولي ده مش مقصور على الاطباء او على فئة معينة من المتعلمين او غيرهم، ولكن اي حد في الدنيا اذا اخذ المعلومة اللازمة يقدر يكون مسعف اولي، يقدر يساعد نفسه ويساعد اللي حواليه، يساعد اهل بيته في المواقف الطارئة. فأهمية الاسعاف الاولي بتمسنا كلنا. ما اعتقدش ان مفيش حد فينا تعرض لإصابة قبل كده، يعني مفيش بيت خلى من إصابة طبعا. سواء لصغير أو كبير، في المدرسة، في النادي، في الشارع، كلنا احنا تعرضنا لإصابات وكلنا شفنا إصابات. صحيح. المشكلة الكبيرة يا أستاذ أحمد هو التعامل الخاطئ مع الإصابات، اللي أحيانا بيكون يعني لو سبت المصاب أحسن ما أنت تتعامل معه وتعمل له حاجة. صحيح. فدي بعض المبادئ والمفاهيم المهمة جدا اللي لازم تبقى الأساس لما نيجي نتكلم على الإسعاف الأولي. تقدر تكون مسعف بس لازم يكون عندك العلم، ولو ما عندكش العلم ما تخشش. طيب أي حد يقدر يتعلم الإسعافات الأولية أو حتى مبادئ الإسعافات الأولية، ولو حد حابب يتعلم هذه المبادئ إزاي منين؟ تمام. الأماكن اللي بتقدم تدريبات الإسعافات الأولية في مصر دلوقتي كتيرة جدا، أهمها وأشهرها هو الهلال الأحمر المصري. وفي الكثير من الجهات التانية، في جهات تبع وزارة الصحة بتدي تدريب الإسعاف الأولي، وهو مدته مش يعني مش تدريب على فترة طويلة، هو مدته من يومين لثلاث أيام. نعم. فقط يومين لثلاث أيام بس. ده فترة التدريب، فترة التعليم. بعد كده بقى الممارسة ده على حسب كل واحد وحياته اليومية، ولكن في خلال الثلاث أيام دول بياخدوا المعلومات الأساسية وبيتصحح بعض المفاهيم الخاطئة اللي كلنا متعارفين عليها. على سبيل المثال مثلا لو في حد اتحرق في البيت بيحط ايه على الحرق على طول اول حاجة؟ تلاقي الناس يقولوا معجون سنان. لا ده سؤال. معجون اسنان. معجون اسنان معروفه يعني، او لو الحرق لو متعور اكتم الجرح بن، الحاجات الدارجه اللي معروفه دلوقتي. كل الحاجات دي الموروثات دي بتتصحح، هل الكتم بالبن صح ولا مش صح، وهل المعجون مفيد للحرق ولا لا، وهل الخيار مثلا برضو فالحرق. في ناس بتحط ايديها على طول في حاله الحرق، في ناس بتحط ايديها على طول تحت الميه. دي ناس كويسه جدا، ده الصح ان هو تحت المايه. في ناس بتحط تلج. صحيح. التلج مش صح. طب احنا عاوزين نعرف، يعني احنا اتكلمنا على موروثات او ارث كبير وبعضه خطا، صحح لنا يعني استخدام معجون الاسنان في الجروح هل هو صح ولا خطا وليه، وايه البديل الامثل ليه؟ احيانا ويمكن ده بيصادف كتير جدا مننا، بنبقى ماشيين في الشوارع ونلاقي حد حصل له اغماء بنجري نلحقه بسرعه بعصير، هل هو ده برضو صح ولا غلط اللي انا اديله حاجه فيها سكريات؟ يعني الحاجات البسيطه اللي احنا نقدر نتعامل بيها ونوعي بيها في اليوم العالمي للاسعافات الاوليه. تمام. هو طبعا تصحيح كل المفاهيم الخاطئه بياخد وقت طويل. صحيح. بياخد الكورس اللي هو مدته 3 ايام زي ما قلت، ولكن مثلا لو جينا اتكلمنا عن الحروق بنحط معجون، هو ايه الهدف اصلا من اسعاف الحروق؟ هو في واحد الجلد فيه حراره فالإسعاف بتاعه هو التبريد. لما بيتحط المعجون ده بيدي إحساس التبريد، ولكن الصح هو التبريد المستمر بالماء. يعني مفيش معجون، مفيش خيار، مفيش طماطم، مفيش عسل،
الكلام ده كله، ولكن مية باردة جارية لفترة طويلة لغاية ما إحساس الألم يروح، وبعد كده الحرق بيتغطى وبيروح للطبيب. في ناس بتقول المية وقت الحدوث يعني الحرق أو الجرح في الإيد بتعمل فقاقيع. آه ده برضو من الخرافات. هو الحروق عموما بتبقى درجات، في حرق درجة أولى هو الحرق البسيط، وحرق الدرجة الثانية اللي بيظهر فيه الفقاقيع، ده بتبقى من شدة المؤثر الخارجي اللي هو الحرارة اللي تعرض ليها الجلد. فهو لو الحرق أصلا درجة تانية كده كده الفقاقيع هتظهر، سواء حطيت مش بسبب المية. لا، سواء حطيت مية أو ما حطيتش، لو الحرق درجة أولى كده كده الفقاقيع مش هتظهر. فدي برضو من الحاجات الخاطئة اللي احنا بنحب نصلحها. بالنسبة للحرايق التعامل معها بالمية بالظبط كده، أيا كان نوعه، إلا حروق الدرجة الثالثة اللي هي بتبقى من الكهرباء، فدي ما بيتحطش عليها ميه. الجرح بس حابب الاول اتكلم على الحادثه، لان ده بنشوفه كتير جدا في الشارع. واحد ماشيين في الشارع ولقينا حد مخبوط مثلا في رجله، فتلاقي كل الناس يقولوا ايه، طب قوم امشي عليها، لو مشيت عليها كويس تبقى مش مكسوره. غلط. يعني سليمه فخلاص. مش مشكله، ممكن جدا تكون مكسوره ويمشي عليها. والمشيه دي تزود الاصابه بتاعته، بيبقى مغمى عليه والناس تقعد تضربه او تشربه عصير وهو مغمى عليه. احيانا بيتم استلقاءه على الارض ولا يرفع رجله شويه على حاجه عاليه. ده احسن حاجه، ده الصح. انما لو حد فقد الوعي وانا بحاول اشربه، هو احنا نقدر ناكل او نشرب واحنا نايمين؟ لا. فالشخص ده هو مش واعي، فالحاجه اللي بدخلها له في بقه دي ممكن تدخل على ممر الهواء تاذيه. اللي في حادثه عربيه تلاقي الناس كلها عايزه تعدل العربيه وتخرجه من العربيه، ده خطر جدا عليه. لو عنده اصابه في العمود الفقري هم ممكن يزوق اذى شديد الله. جدا يعني لا قدر الله شلل او وفاه. فالحاجات دي مهم جدا ان احنا نقول للناس إيه لو ما تعرفش ما تمدش ايدك. يعني دكتور عاوزين نعرف ايه التعامل الامثل في الموقف دي. يعني احنا بنتكلم في حاله الحادثه مثلا، وكتير زي ما حضرتك بتقول اول حاجه الناس بتيجي تعملها اللي هي تجري تفتح باب العربيه لا قدر الله لو العربيه مقلوبه ونخرج منها الشخص، وده بيبقى خوفا عليه. يعني ما هو اللي بيتصرف كده بيتصرف خوفا عليه، لا قدر الله يبقى في تفاقم للامر، العربيه تولع فالحق اخرج الشخص. اخرجه ازاي وانا مش عارف ايه حالته؟ ما هو كل الاحداث دي بتحصل عشان الناس عايزه تساعد، عشان عندهم نيه طيبه، ولكن ما عندوش المعلومه الصحيحه فيأذيه. العربيه المقلوبه دي بالمناسبه قبل ما افكر ان انا ادخل علشان انقذ الشخص اللي جوه ده، انا لازم اقيم الوضع. صحيح. لان العربيه دي ممكن هي نفسها تبقى خطر عليا. صحيح. فلا انا استفدت حاجه ولا المصاب استفاد حاجه. صحيح. طيب بفرض ان الموضوع امن تماما، مش شغلتنا ان احنا نعدل العربيه. اذا المصاب فايق ويقدر يخرج بنساعده في الخروج، انما بنتوقع جدا ان اي حد في حادثه عربيه شديده عنده اصابه في الفقرات العنقيه او في العمود الفقري، فيستحسن ده ما يتحركش خالص. واذا هيخرج ليه طريقه معينه في التثبيت بنخرجه كتله واحده من مكانه، بحيث ان احنا ما نحركش لا الرقبه ولا الظهر. انت محتاجه برضو حد خبير يعني يقدر يحركه كتله واحده. لازم يبقى في حد خبير، ولازم يكون في حد قدامه بيساعده ويكون كمان عنده خبره. فهي الموضوع طبعا مش سهل يعني. لو جينا للجروح بقى اللي هو السؤال بتاع حضرتك، الجروح والكتم بالبن والكلام ده كله، هو الجرح اسعافه هو الضغط المباشر. طبعا اهالينا كانوا زمان بيستخدموا البن. البن بالمناسبه هو فيه ماده كويسه بتعمل انقباض الاوعيه الدمويه، ولكنه بيلوث مكان الجرح. فالضغط المباشر بضماده نظيفه بحته قماش نضغط ونفضل ضاغطين. بالمناسبه في غلطه كبيره ان لو حد تعور والدم سايل منه تلاقيه بيجري على الحنفيه يغسل ايده عشان الدم الفاسد ينزل. دي برضه خرافه، مفيش حاجه اسمها دم فاسد. ده بيعمل سيوله في الدم اكتر. يعني انا الدم ده كميته محدوده جدا في الجسم، فاسعاف الحروق ان انا اسعاف الجروح او النزيف ان انا امنع الدم من انه يخرج بره الجسم. امنعه ازاي؟ ان انا اضغط عليه واقفل تماما المكان اللي بيخرج منه الدم واربط كويس قوي. ولو الجرح كبير قوي بنروح للدكتور نشوف اذا كان محتاج يتخيط ولا لا، ولكن اسعافه الاولي اول ما يحصل مش ان انا اغسله،
تماما، ان احنا نضغط عليه، نضغط عليه ونقفل كويس قوي مكان الخروج. عشان كده كان اهالينا يقول لك اللي اتخبط في دماغه بنكتم له بن بيخف وبيبقى كويس. اه تمام، بس ممكن البن ده يكون ملوث فيلوث مكان الجرح. طيب برضو استكمالا لنفس الجزئية دي، لان احيانا الاشخاص او الناس بتتعامل مع فكرة الجروح باللي انا اربط قماشة على مثلا لو صباعي مجروح اربط قماشة بشكل عنيف جدا علشان اوقف مرور الدم للاطراف عندي، فبالتالي ده بيبقى صحيح ولا غلط؟ لان حسب معلوماتي برضو حضرتك تصحح لي، ده ممكن يؤدي الى ان انا اموت العصب بتاع الايد نفسه. هو كل عضو لو منعنا عنه الدم تماما الانسجه بتتلف، ففكره ان انا اربط كويس قوي او جامد قوي لدرجه ان انا امنع الدم من هو يسري لبقيه الاطراف دي مش صح، بيلجا ليها في حالات يعني اصابات شديده مثلا في بتر ولا حاجه، فلازم بيتربط كويس قوي عشان برضو فكره ان انا امنع الدم من انه يخرج من الجسم مش ان هو يوصل للاطراف. فاللي عنده جرح احنا بنضغط بس، انما مش بنقفل على مسار الدم. طب يعني احنا بنحاول ان احنا يعني نبقى ملمين بكل الحوادث اللي ممكن تبقى حاصلة في البيت حتى او ممكن نقابلها في حياتنا. تمام. من ضمن الحوادث دي فندم الكهرباء، لو حد اتكهرب، لو حد في البيت لا قدر الله سيدة منزل او حاجة بتقطع حاجة وحصل جرح، بس ده جرح بيحصل كتير جدا. بالظبط، بس جرح قوي شوية. التصرف في الحالات دي بيكون ازاي؟ بالنسبة للجروح زي ما اتكلمنا، بتقطع حاجة بالسكينة وحصل قطع في الجلد ولا حاجة، لازم تضغط بسرعة بأول حاجة تقابلها. يستحسن ان هي تكون حاجة نظيفة، بس خلينا نقول ان مفيش اي حاجة حواليها، يعني تضغط بيها بشكل كويس، اي قماشة اي بس منديل لا قطن لا، علشان ما يسيبش اماكن جوه الجرح، ونستنى لغاية ما الدم يتوقف تماما. ولو الضمادة اللي هي بتستخدمها دي اتملت دم نحط واحدة تانية فوقها ما نشيلهاش. فكرة التطهير اللي الناس بتستخدمه بأي نوع من أنواع العطور، هنا برضو هنرجع للهدف. الهدف من إسعاف النزيف هو إيه؟ أمنع الدم من الخروج. فكرة التطهير ما هياش اللي هتشغل بالنا دلوقتي لو في جرح. أعتقد التطهير في الجروح الخفيفة ما بتبقاش يعني في إصابات تانية اسمها السحاجات، اللي هو الجلد بيكون الخربشة كده خربش. ده بنغسل بمية أو مية وصابون لو موجود أو بتدين إذا متوفر. ما بنستخدمش كحول، ما بنستخدمش مواد تانية، هو يا مية وصابون أو مية فقط أو بتدين إذا موجود، وبعدين بنغطي. وده ما بيكونش خطير، يعني الخربشة والسحاجات والكلام دي حاجات مش خطيرة إلا لو واخدة مساحة كبيرة من الجسم. إنما بالنسبة للجرح القطعي أنا ما يهمنيش دلوقتي التطهير خالص، أنا يهمني أمنع الدم من الخروج من الجسم، لأن خروج الدم بكمية كبيرة من الجسم يدخلني في مشكلة تانية أكبر من دي. طيب حالة الكهرباء، حالة إن شخص بلع دبوس، طفل وقع على ظهره، دي حاجات كلها بتبقى للأسف صعبة جدا ومنعرفش نتصرف فيها. تمام. في حالة الكهرباء هو يعني كده بناخد خلاصة الكورس الثلاث أيام. كده بعد ما نخلص نديكم شهادة. الكهرباء يعني على حسب إيه اللي حصل بعد ما الشخص اتكهرب. في حد بيتكهرب وخلاص وبتعدي ما حصلوش أي إصابة. في حد بيتكهرب ومكان الكهرباء بيحصل فيه حرق، والحرق ده بيبقى زي ما يكون الجلد لونه غامق متفحم كده أسود. فده بيتغطى ويروح على الدكتور، ده ملوش إسعاف أولي للجلد، يعني لازم يتم التعامل معاه بشكل طبي، ولكن لازم يتغطى علشان التلوث. في حد بيتكهرب وبعدين بيفقد الوعي بعدها على طول، فهنا لازم يتم تقييم درجة الوعي وتقييم التنفس والنبض. وفي حد بيتكهرب وقلبه بيقف من لو الكهرباء شديدة جدا، فده بيتعمل له حاجة اسمها انعاش القلب والتنفس او CPR، اللي هو حضراتكم بتشوفوهم في السينما بيضغط على الصدر وبيدي تنفس او من غير تنفس على حسب التكنيك اللي هم شغالين بيه. فالموضوع يعني هو محتاج وقت طبعا طويل عشان نشرح كل إصابة. يبدو بسيط ولكن لا طبعا، يعني زي ما حضرتك قلت مثلا CPR او فكرة انعاش القلب دي في حد ذاتها دي يعني عملية محتاجة تخصص. يعني محتاجة حد زي تدريب. يعني التدريب العملي عشان يبقى عارف بيحط ايده فين، بيضغط على القلب ازاي بيختبر التنفس، بيعمل ازاي تنفس صناعي وهكذا، فموضوع مش بسيط. بالزبط. طيب اهم الادوات لازم تكون موجودة عندنا في البيت للاسعافات الاولية.
حضراتكم عارفين لما كان بيجوا يعملوا التراخيص بتاع العربيه كان بيقولوا في شنطه اسعافات لسه موجوده، الشنطه دي فيها حاجه كان ما فيش حد فاهم ايه دي بالظبط، حاجه اسمها المنديل المثلث. يقول لك لازم يكون في عدد ما اعرفش 4 أو 5 مش فاكر العدد من المنديل المثلث. ايه المنديل المثلث ده؟ ده ضماده على شكل مثلث، قماشه عاديه جدا، دي زي ما قلت لكم قبل الهواء بتستخدم في كل الاصابات بتاعه الاسعاف الاولي، يعني لو واحد مجروح ممكن اضغط بيها، ولو واحد محروق بغطي بيها، ولو واحد مكسور بعملها كبيره. طبعا الطريقه بتاعتها بتتقال في الكورس العمل. كمان في البيت لازم يكون في تلج صيف شتاء، يعني احنا في الصيف بنحط تلج عشان الاستخدامات والعصاير واللازم منه، ولكن في الشتاء مش كتير بيخلي عنده تلج في الفريزر، فلازم يكون التلج موجود. لان التلج حضرتك كنت بتقولي من شويه لو طفل اتخبط في دماغه ولا في ايده ولا في رجله، ده والمكان الخبطه حصل كدمه ورمت، اعمل معاه ايه؟ ده بسرعه لازم احط تلج، مش بشكل مباشر يعني، في قماشه برضو المنديل المثلث اللي احنا اتكلمنا عليه، ونحطه على مكان الكدمه ونفضل فتره يعني مش اقل من 5 دقائق علشان الكدمه دي الورم بتاعها يقل. نعم. طب انا لو ما عنديش تلج في البيت هتصرف ازاي؟ ميه ساقعه ممكن ولا ميه ساقعه بس تكون ساقعه قوي، او اي حاجه مجمده بقى في الفريزر ساعتها، بس يعني من الافضل ان احنا يكون عندنا تلج في كاحد اهم ادوات الاسعاف الاولي في البيت. نعم. طيب دكتور تامر برضه عاوزين نستفسر يعني بمناسبه التوعيه في اليوم العالمي للاسعافات الاوليه، عاوزين نعرف من حضرتك كبار السن احيانا، واعتقد الغالبيه العظمى من البيوت المصريه لا تخلو من كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، في حالة الأزمات القلبية إزاي أقدر أن أنا أتعامل معهم؟ ده موضوع مهم جدا. الأزمات القلبية المهم إن الشخص نفسه المصاب نوعي بالأعراض، نقول له لما تحس بكذا وكذا وكذا كذا، ده اللي هو ألم في نص الصدر، ممكن يمتد لأحد الكتفين، صعوبة في التنفس، عرق بارد، غزير فجأة من غير مجهود، هو نفسه يعمل ايه؟ لان في كتير لما بتجيله الازمه القلبيه يا ما بيكونش عارف، يا بيكون عارف وبيتخض وبيحاول يلحق نفسه بحاجات تاذيه اكتر. صحيح. ان هو ينزل مثلا عشان يجري يلحق يروح للدكتور، وده غلط جدا. مجهود. اثناء الازمه القلبيه القلب مش مستحمل مجهود. فساعتها لو في مسعف او هو الشخص لوحده بيقعد في وضع بنسميه نصف جالس، بيبقى قاعد ساند ظهره للاسترخاء. ساند ظهره على حاجه وتاني رجليه، وياخد الدواء بتاعه اذا كان الدكتور مديله الدواء اللي بيتحط تحت اللسان، ولو الدكتور مش مديله مش كاتب له ادويه تحط تحت اللسان بنخليه ياخد اسبرين او اي مشتقات من الاسبرين او اسبرين اللي احنا بنسميه اسبرين اطفال، وده بيمضغه مش بيبلعه عشان يمتص سريعا من تحت اللسان، وبيفضل في مكانه ما يعملش مجهود لحد ما الاعراض تروح. طب ايه موضوع الكحه ده يا دكتور؟ يعني في ناس بتقول انه لو حسيت ان في بوادر جلطه او ذبحه لا قدر الله او حاجه تقعد تكح عشان القلب يشتغل، دي بنشوفها على مواقع التواصل قريناها ما عليهاش دليل علمي. فاللي احنا بنقوله هو اللي مكتوب في الكتب واللي متجرب، انما موضوع ان احنا ان الشخص يقعد يكح جامد ده سمعناه وقريناه كتير بس ما عليهوش اي دليل علمي، فلا يفضل ان احنا نتعامل بيه. طيب دكتور احيانا الناس ما بتعرفش تميز ما بين الارتفاع في الضغط او هبوط الضغط، الاثنين احيانا بتكون اعراضهم متشابهه، فكره ان انا جسمي سائع او في عرق كتير، فاعتقد ارتفاع الضغط لاسعافات اوليه وانخفاض الضغط لاسعافات اوليه، في ناس بتاخد ميه بسكر، في ناس لا تاخد حاجه بسرعه مخلل حاجات حوادق، فازاي اللي انا اقدر اقول لا انا عندي هبوط او عندي ارتفاع في ضغط الدم؟ خلينا نفرق ما بين حاجتين، ما بين المرض المزمن وما بين العرض اللي بيجي نتيجه هذا المرض. الامراض المزمنه المنتشره في مصر زي الضغط والسكر بيعملوا اعراض. هل انا عايز افرق، او انا كمسعف دلوقتي مش طبيب، افرق ده خلينا نقول مثلا سكر مرتفع ولا منخفض؟ ما يفرقش معايا كمسعف. انا عايز اعرف ايه الاعراض اللي قدامي. الاعراض اللي قدامي مثلا ان في شخص دايخ ومش قادر يركز وحاسس ان هو هيغمى عليه، ده سواء بقى ارتفاع ضغط انخفاض ضغط اي سبب اخر انا مش بشغل بالي كمسعف اولي بالتشخيص، انا بتعامل مع اللي انا شايفه واللي المريض او المصاب بيقوله لي. طيب الشخص
مش في كامل وعيه ودايخ وهيغمى عليه ومش قادر يركز، بدا نيمه على الارض وبرفع رجليه لفوق بزاويه 45 درجه وبستنى عليه لغايه ما الحاله تتحسن. اذا الحاله اتحسنت بنشوف بقى هو نساله، لو انا ما اعرفوش انت مريض ضغط، انت مريض سكر، طب انا هو مريض سكر وما ما ما اخدش دواء او ما فطرش او كذا، هنا نبتدي نشك ان هو انخفاض في السكر ونديله حاجه مسكره. طيب لا والله انا ما عنديش سكر، ممكن يبقى انخفاض مفاجئ في الضغط نتيجه اي مشكله، او هو مريض ضغط. انما احنا لا بنشغل نفسنا بفكره التشخيص ولا الادويه. ايوه بس ده يا دكتور في حاله ان المريض او هذا الشخص عنده وعي انه يقدر يرد عليا. جميل. او مع حد على الاقل عارف تاريخه المرضي. حلو قوي. بس في حاله ان انا شفت واحد في الشارع اغمى عليه قدامي. جميل جدا. لو انا لقيت واحد اغمى عليه قدامي، اغمى عليه فقد الوعي يعني. نعم. مش قادر يرد عليا. بالظبط. طيب انا هنا برضو هرجع تاني لنفس الفكره. انا مش هقدر اعرف يعني، حتى لو انا عايز اعرف مش هقدر اعرف هو ده نتيجه يا ترى سكر عالي ولا واطي. انا مره كنت في طياره ونادوا لو في دكتور يجي، فرحت لقيت حد في يعني بنسميه متغير درجه الوعي، اللي هو مش في كامل وعي، وابتديت اديهم التعليمات نيموه على الارض. فجي دكتور تاني، لا انا معايا جهاز سكر وهقيس له السكر. طب وبعدين؟ قلت له قست له السكر، طلع السكر عالي، هتعمل ايه؟ قال لي اهو نبقى عارفين. فاللي هو لا مش باب العلم بالشيء. يعني وبعد ما عرفنا طب سكره يعني، هنا مش بنشغل نفسنا بفكره التشخيص خالص. اذا كان الشخص مغمى عليه فاول حاجه اطمن عليها بيتنفس ولا مش بيتنفس. النبض. عنده نبض ولا ما عندوش نبض؟ اذا بيتنفس وعنده نبض فهو من الناحيه الاسعافيه سليم. طيب علشان اساعده ان هو يفوق برفع رجليه 45 درجه وبستنى جنبه وبكون طالب الاسعاف. اذا فاق يبقى هي كانت مشكله عارضه واتحلت، وبرده بعد ما يفوق لازم يروح للمستشفى. واذا ما فاقش انا طالب الاسعاف ومستنيها تيجي لغايه ما انا بفضل جنبه مش بسيبه لغايه ما الاسعاف توصل. نعم. يعني بشكل عام طالما النفس والنبض شغالين. لو النبض قل شويه شغال. انا هنا زي اللمبه كده منوره ولا مطفيه. صحيح. النبض القليل ده انا كمسعف مش هقدر احكم عليه. تمام. وبشكل عام في فكره المواقف اللي زي دي ما كسفش اللي انا اقول ما اعرفش، يعني فكره اللي انا زي ما بيتقال الفزلكه الزايده عن اللزوم اعتقد قد تضر اكثر مما تفيد، وهو ده الهدف من التوعيه في اليوم العالمي للاسعافات الاوليه، او اللي احنا بنطلق عليه الاسبوع، لانه بيبقى حمله مكثفه من قبل حضراتكم خلال اسبوع للتوعيه باهميه الاسعافات الاوليه. زي ما دايما برضو بيتقال العلم نور، اذا كان لديك المعلومه الصحيحه قد تستطيع ان تنقذ حياه انسان في لحظه من الزمن. بنشكر حضرتك دكتور تامر احمد استشاري الاسعافات الاوليه، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. نورتنا. شكرا ليك.